الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. القاعدة الضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي المبحث 18 في النواصل. وفيه قاعدتان، القاعدة الأولى النوافل أتباع للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض، المعنى بأن النافلة تابعة للفرض حكما وجودا وعدما صحة وبطلانا، يعني ليس لها حكم إلا حكم الفرائض التي تتبعها. طبعا النوافل تنقسم إلى أقسام، المستحبات والنوافل السنن الرواتب هي السنة التي وضب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول من النوافل الرواتب نوافل شابهت الفريضة لأنها مؤقتة بوقت ولأنها مرتبطة بالفريضة بعدية أو قبلية، ولأنه أيضا يصلح أن تصلى جماعة. القاعدة نوافل أتباع الفرائض لا لها سوى حكم الفرائض. النوافل النافلة هي الزائدة، النافلة هي الزيادة، وفي الاصطلاح النافلة هي ما زاده الله جل وعلا رحمة بالعباد على الفرائض، يصليها المرء فترتفع به الدرجات أو تسد بها الخلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، قصرا في الجنة. وهي ضد الفريضة، السنة هنا ضد الفريضة، هذا كما قال الفقهاء في هذا الباب. وقد قيل السنة هي كل ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كالسنن الرواتب بعد الصلاة القبلية أو البعدية لصلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر، يعني صبر واجتهد في ذلك، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. هذه كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رغيبة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال على ركعتي الفجر أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضة؟ وكان أيضا لا يترك الوتر بحال. والفريضة الفرض في اللغة معناها القطع أو الحز في الشيء، وفي الاصطلاح الفريضة التي هي مخالفة للسنة، الفريضة هي الواجبة التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. والفريضة عندنا في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، الفريضة هنا 5 صلوات في اليوم والليل، وباقي الصلوات على الرجح الصحيح عند الشافعي على الأقل، وباقي الصلوات أنها على النافلة، بل هو عند جمهور العلماء. المعنى الإجمالي للقاعدة هو أن الفرض له أحكام، النافلة التابعة لهذا الفرض تأخذ أحكامه، الفرض له أحكام، النافلة التابعة لهذا الفرض تأخذ أحكامه وجودا وعدما، تأخذ أحكامه. هذا أصل معنى القاعدة. أما أدلة القاعدة فقد لا يكون هناك دليل خاص بذلك، وهي أن الفريضة أن النافلة تكون مثل الفريضة التابعة لها. قد ورد عن أبي أيوب الأنصاري خرج حجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قادم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فاكر ذلك لو قال اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا حج واهدي ما استيسر، لأن هو تعلمون أنه بهذا يكون قد يعني وقع. وقد يقال أيضا بأن هبار ابن الأسود يوم النحر وعمر ينحر فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر بن الخطاب اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هاديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهنا قضى عمر بن الخطاب هنا أن من فاته الحج فأنه يحرم كما يحرم المعتمر قابل. هي الحق أن هذه القاعدة حتى نتكلم فيها هي كل أدلة قاعدة التابع تنزل عليه، لأن قاعدة التابع وكل قواعد التوابع فإنها تشمل هذه القاعدة. فالقاعدة في نهايتها هو أن 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 حكم النافلة حكم الواجب، حكم النافلة حكم الواجب لأنها تابعة له فأخذت حكمه كما قلنا وجودا وعدما. وورد في كلام الشافعي في الأم
في قول فإن قال قائل لما لا يصلي بالتيمم فريضتين ويصلي به النوافل قبل الفريضة وبعدها، قيل له إن شاء الله تعالى إن الله عز وجل لما أمر القائم إلى الصلاة إذا لم يجد الماء أن يتيمم، دل على أنه لا يقال له لم يجد الماء إلا وقد تقدم قبل طلبه الماء والإعواز نية، والإعواز في نية في طلبه، وإن الله إنما عانى فرض الطلب لمكتوبة فلم يجز، والله تعالى أعلى وأعلم أن تكون نيته للتأمم غير مكتوبة ثم يصلي به مكتوبة، وكان عليه في كل مكتوبة ما عليه في الأخرى، فدل على أن التأمم لا يكون له طهارة إلا بأن يطلب الماء فيعوزه، فقلنا لا يصلي مكتوبتين بتأمم واحد، وهذا كله بناء على أن التأمم مبيح وليس برافع، على أن التأمم مبيح وليس برافع، وصحيح كما بينا قبل ذلك التأمم رافع للحدث وليس مبيح، وقلنا أن هذه قاعدة تنزل تحت قاعدة التابع تابع، والتابع يفرض بالحكم، وأيضا التابع يسقط بالمتبوع. المطلب الأخير لهذه المسألة وهي مسألة التمثيل لهذه القاعدة، نقول التمثيل لهذه القاعدة من تأمم للنافلة فأنه يصلي النافلة المطلقة والمقيدة، وأيضا يطوف بالبيت ويصلي ركعتين الطواف ويقرأ القرآن ويمس المصحف، يعني أن النافلة التابعة أو النوافل التوابع لهذه النافلة يصح فيها، ونقول بأن حكمها حكم واحد، حكمها حكم واحد، وهذا مثل يقال في هذا الباب. أيضا كما قال الشافعي لا يجزي التيمم إلا بعد أن يطلب الماء فلم يجده فيحدث نية، ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب، وإن تيمم قبل الطلب الماء طلب الماء لم يجزه التيمم، وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه. وقال الشافعي أنه لا يجمع بين مكتوبتين، وكل ذلك مخرج على هل يرفع الحدث أم هو مبيح، وعندهم مبيح، لذلك يقولون يفعل به الفريضة وكل ما كان نافلة لهذه الفريضة يعمل بها، سواء الذكر والقرآن والطواف وغير ذلك، والتوابع النافلة أو النوافل التابعة للفريضة سواء القبلية أو البعدية، فإن هذا يصح بتأمم واحد، لكن عند الفريضتين لا يجمع بينهما بتأمم واحد، وهذا راجع كما قلت إلى التأصيل العام أنه رافع وليس بأنه مبيح وليس برافع. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.